توهم أن المؤذنين في المغرب ثلث الأذان أو ثلث أذان الجمعة، ثلث أذان الجمعة اعتمادا على أذان عثمان، هذا دليل مش عنده غيره، اعتمادا على أذان عثمان بزيادة أذان سابق. هذا الكلام أنا حنقوله لكم، وبعد ما نقوله لكم حقول لكم إيش رأيكم فيه، وبعد ما نقول لكم إيش رأيكم فيه حقول لكم شكون قاله من العلماء، وهو معاصر لدينا في تونس الآن. شو معناها عقليته ورجحانه ودحفه في الدليل، كيف استطاع أن يرد على هؤلاء الجهابرة وعلى ابن عاشور نفسه، وهو تلميذ ابن عاشور، أخ قرأ ابن عاشور. شوف كيف حل المسائل، اعتمادا على أذان عثمان بزيادة أذان سابق بالزوراء خطأ منهم وسوء فهم، يعني الكلام تاع العربي خطأ منهم وسوء فهم، على شكون؟ على الذين يقول بثلاثة. وذلك للنصوص الأخرى، يعني احنا ما قلنا ابن العربي توهم، ايه دليل على ذلك ابن العربي توهم؟ وأخذ بأن هؤلاء قالوا ثلاث أذانات اعتبار حديث السائب. نصوص أخرى. لا، عندنا نصوص أخرى أخذ بها فقهاء المغاربة بأنه ثلاث. وذلك للنصوص الأخرى التي تدل على تعدد الأذان، وهو ما أخرجه البخاري في حديث طويل، حديث هذا تكون في باب الرجم، وهو ما أخرجه البخاري في حديث طويل جاء فيه: فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون، جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام، في نقطة بعد الكلام في الأخبار، فقام فأثنى على الله بما هو أهله. الحديث هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول عنده مؤذن جمع أكثر من اثنين حديث البخاري، لكن ما يكونش قام المؤذنين جماعة مؤذنين مؤذنون جمع، شنو شعرتك هاتوا هكذا شوف أنا قام المؤذنون يعني في 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 أذان الإقامة وفي أذان الإقامة بعد الصلاة، يعني ثلاث مؤذنين مؤذنون جمع لازم أن ذات يعني أقصد لك أنا شيخ مش في يبقى هو اللي في في دليل المؤذنين ثلاث أذانات، يعني أذان الإقامة والأذان دار عمر ودار قالك ما الإقامة بيدها بعدين بعد خطوة، لا يسمى أذانين مؤذنون، لا يجمع على اثنين، لا يجمع على اثنين، واضح؟ طيب، فهذا الحديث نص على أن المؤذنين يوم الجمعة، أن المؤذنين يوم الجمعة في عهد عمر وبمحضر من الصحابة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر من اثنين، هذا وجه الدليل حكى ولا لازم؟ نعم كانوا أكثر من اثنين، عمر قال هذا وهذا في اعتصام أمير الصحابة في مسجد رسول الله والحديث صحيح. طيب ما التخمين؟ فلقد روى المازري، المازري كما قلت لكم هو التونسي صاحب كتاب شرح التلقين
لشرح القاضي عبد الوهاب ثمان مشددات. فقه المالكي. أنا قد روى المازري عن ابن حبيب في شرح التلقين. ابن حبيب هذا من علماء الأندلس الكبار، أخذ عن سحنون وهو قديم 10 قرون القرون الأولى. أنا قد روى المازري عن ابن حبيب في شرح التلقين قال، شرح التلقين، نعم التلقين، ثاني مجدد شرح التلقين، في شرح التلقين ثم قال، قال ابن حبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد أرقى المنبر فجلس ثم يؤذن المؤذن شوف دقة ابن حبيب ناقل بالضبط يؤذن المؤذن وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار مكان العالي ابن حبيب كأنه تفطن إلى عصرنا يكون يقول قام يوقفوا الثلاثة مع بعضهم واحد كفك واحد كفك واحد كفك ويؤذن نفس الأذان مش يقوي الصوت هذا كان موجود واضح معنا ابن حبيب استدرك قال بل واحد بعد واحد كم ايش؟ هذا التأكيد شنو؟ هي مش هو ينقل عنه هو ناقل قصة وفي فيه معنى كلام مدلل على ذلك الفقهاء فهمي فإذا فرغ الثالث قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطو وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وهذا الحديث الذي رواه ابن حبيب تعقبه في الفتح تعقبه في الفتح الفتح وفتح الباري لشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني حوالي 14 مجلد نعم رواه ابن حبيب تعقبه في الفتح استدرك عليه صاحب الفتح حجر لما نقل الروايه هذه استدرك كان راى كلام ماهوش في الدقه في الروايه الاولى شيخ في روايه ابن حبيب الحبيب كلام ابن حبيب هذا نعم فان قال قائلا مش قال صاحب الفتح قال قائلا فانها دعوه تحتاج الى دليل ولم يرد ذلك من طريق متصل يعني الرواية بتاع ابن حبيب هل هي وصلت إلينا بالاتصال صاحب الفتح يقول لا طيب وبعد ما شكك في صحة الحديث الحافظ وبعد ما شكك في صحة الحديث قال ثم وجدته يعني نفس الرواية في مختصر البويطي الشافعي أحد أئمة كبار الشافعي رضي الله عنه ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي الشافعي رضي الله عنه كذلك نقل هذه الرواية واضح قال عفوا فقد تأيدت رواية ابن حبيب برواية الشافعي وبحديث البخاري في أن المؤذنون أكثر من واحد
هذا ويرى المذهب المالكي بتعدد المؤذنين. يقول خليل: يقول خليل عطفا على الجائز، الجملة المختصرة متاعو، عطفا على الجائز وتعدده وترتيبهم، عطف على الجائز وتعدده وترتيبهم، عطف على الجائز يعني أن الحكم جائز، في ماذا؟ وتعددهم، يتعدد الأذان أكثر من واحد، لكن ينبغي أن يكون على الترتيب، مش مع بعض، مش مع بعض. هذا الشيخ خليل قال في المدونة الإمام السعنون أصلا مذهب المالكي، قال في المدونة: ولا بأس باتخاذ المؤذنين ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد، عقب الحطاب، عقب الحطاب بقوله. الحطاب هذا إمام مغربي عاش في أراضي الحجاز وتوفي هناك، وهو إمام في المذهب وله كتاب سماه واهب الجليل في شرح المختصر الخليل حوالي 7 مجلدات. عقبه الحطاب بقوله: التعبير بالجواز، التعبير بالجواز هو المعروف من كتب المذهب، هو المعروف من كتب المذهب. مش بيجي واحد يقول لك المالكي نفسه مرده على المالكي، لا، المعتمد في مذهبنا المالكي هو ماذا؟ هو تعداد المؤذنين. ولهذا قال الشيخ الحطاب هنا: المعروف من كتب المذهب هو ماذا؟ تعداد الأذان، تعداد تعدده، تعداد مش تعداد وتعدد لغة. قال المازري في شرح التلقين: قال المازري في شرح التلقين قال مالك: وإنما الأذان على المنار. شوف مالك وش قلته، قال مالك: وإنما الأذان على المنار واحد بعد واحد إذا جلس الإمام على المنبر. إيش تقول؟ فإذا فرغوا، خش فرغا، شو نقول؟ شو مالك أخذ عمل عثمان، وش نقول؟ شعار ثلاثة من إقامة. فإذا فرغوا قام يخطب، وأما مذهب الشافعي، إذا المالكية عرفتم قولهم الله واضح، مذهب المالكية يعدلون الأذان ولا شيء. ومذهب الشافعي ذكر أو ذكر في الأمة، كتاب الأمة 16 مجلد للإمام الشافعي، كتبه بنفسه، فقه الشافعي كتبه بنفسه، لأن الإمام الشافعي له مذهبين، مذهب العراق ومذهب مصر. مذهب العراق ألف فيه ودونهم هناك وأمنع على أهل العراق، وقال: قدمي تسوقني إلى مصر لا أدري بها قبري أم علمي، فكان الاثنين القبر والعلم. ولما نزل إلى بلاد مصر والتقى بالشيوخ المالكية كابن عبد الحكم وابن وهب وهؤلاء الكبار، اختلط رأي الشافعي برأي المالكية وجدد في المذهب، وجد أحوال أخرى فجدد في مذهب مالا الشافعي وألف مذهب ثاني أو مذهبين. كتاب الألف سماه مالا الأم، يتقدمه كتاب اسمه الرسالة. الأول يجي كتاب اسمه الرسالة، الرسالة هذا هو أول كتاب أنشئ في علم أصول الفقه، أول كتاب أنشئ في علم أصول الفقه اسمه الرسالة، أول كتاب الأم، تجد الأم في الأول كتاب الرسالة، لأن أول من كتب في أصول الفقه هو الشافعي رضي الله عنه. طيب، ذكر في الأم باب
عدد المؤذنين وأرزاقهم. ألف في أول الكتاب باب عدد المؤذن وإيش والرزق بتاعهم. قال الشافعي: أحب أن يقتصر. صيغة أحب هنا تدل على الجواز، ها واضح ولا؟ أحب تدل على الجواز، أن الأمر جائز. أن يقتصر في المؤذنين على اثنين، لأننا حفظنا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وإيش اثنان. ولا يضيق، ولا يضيق يعني لا حرج، ولا يضيق يعني لا حرج، ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين، ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين. أن يؤذن ولا يؤذن؟ الاثنين، أنا والله جبتها بالضبط، أذن ويؤذن، الاثنين موجودين. أكثر من اثنين. قال النووي: المستحب اثنين، فإن احتاج للزيادة جعلهم أربعة، والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد. مقارنة بين المذهبين، واضح مذهب الشافعي الآن ولا؟ واضح مثله مثل المذهب بتاعه، مذهب بتاعه. مقارنة بين المذهبين، يتفق المذهبان على تعدد المؤذنين، إلا أن هذا التعدد حكمه الجواز في ظاهر مذهب مالك وحكمه الأفضلية عند الشافعي. الأفضلية يعني عند الشافعي مندوب، الشافعي عنده ايش؟ مندوب. عند مالك يجوز. كما يتفق المذهبان على أنه عند التعدد يؤذنون تباعا الواحد بعد الواحد. كما يفهم من النصوص أن مذهب مالك لا يفرق بين الجمعة وبقية الصلوات سوى صلاة المغرب، التي لها أذان واحد لضيق وقتها. واضح؟ يعني مالك هنا
هل يفرقون في تعداد الأذان بين الجمعة وبين غير الجمعة؟ لا، إلا المغرب. إلا المغرب فقط لا، ليس فيه إلا أذان واحد في ذيق الوقت. كنت عارف ثلاث أوقات يخرج، ثلاث أذانات يخرج الوقت. ستي الشافع يعني يقصد معك الأذانين، هل يقصد به الأداء والإقامة ولا أذان؟ لا لا، نفس المفهوم تاع نفس المفهوم. نعم. وأن مذهب الشافعي يرى أن الجمعة يؤذن لها أذان واحد، إما من شخص واحد أو من أكثر مجتمعين. أو من أكثر مجتمعين. معناهاش هنا الشافع في صلاة الجمعة هو الوحيد الأكثر، يرى أنه إيش؟ أما أن يكون واحد وأما أن يكون جماعة، غايتهما في الأمر أنهما يؤذنون مع بعضهم. يقول عبد الملك بن حبيب: رأيت مؤذني مكة والمدينة ثلاثة عشر مؤذن. اكتب ساعة. رأيتهم يؤذنون في أركان المسجد لكل ركن مؤذن، يندفعون في الأذان معا إلا أن كل واحد منهم في أركان المسجد لكل ركن مؤذن، يندفعون في الأذان معا. إلا أن كل واحد زلتها شوي، لأن كل واحد منهم في أركان المسجد لكل ركن مؤذن يتدافعون في الأذان معا. هنا بيت: إلا أن كل واحد منهم في أذانه بنفسه. يعني هم 13 مؤذن، كل واحد له ركن يؤذن، بس كل واحد يأمش مع بعض.